تكملة على شريف، كلام شريف بالنسبة للجمهور، ببقى سعيد جدا بجمهور النادي الأهلي بجد. الجمهور ده حاجة كبيرة جدا، وعايز أشيد من خلال البرنامج والقناة بجمهور النادي الأهلي. يمكن بيبو جاب دلوقتي لقطة بتاعت الجمهور، وانت عشتها وشريف عاشها، كلنا عشناها ايام لما كنا بنلعب بجمهور في الاستاد. اهو اللقطه دي، بص الجمهور ده في الاستاد بيبقى عامل ازاي، زي ما شريف قال بيرج المدرجات. تخيل انت بالزبط. لسه نازل تسخن، ولما بينادوا عليك جمهور الاهلي بالذات دونا عن اي جمهور تاني، كل لما بينادوا عليك بتحس ان انت ايه قاعدين يعرف يطلعوا شكلهم يخض، خصوصا لما بينادوا عليك وانت في الماتش. زي ما الشريف قال، لو انا مثلا مكسل شويه او تعبت، بيجي عليك فتره من الفترات اللي انا ايه بالزبط. بتعب، كل ما اسمع صوتهم لا انت بتحس ان انت هم اللي بيدوك الباور. دايما بقول حاجه يا شريف، الجمهور بيطلع منك حاجه ما فيش اي انسان يعرف يطلعها، بتبقى لا اراديه. انا اقول لك، مفيش اي مدرب، اقول لك بقى موقف حصل معايا، بتبقى لا اراديه دي في نهائي كونفدريشن كاب الكونفدراليه، تمام، سي سبورت، بنلعب النهائي، كان بقى لي 3 شهور عينه مصاب انا، فرحت الماتش ده اصلا انا رايح مع مستر جريدو مش جاهز، انا كنت رايح بس بكمل عدد، انت عارف كنا حوالي 13 لعيبه 14 لعيبه على الدكه، اينو بي انا وكان لعيب عبد الله سعيد كمان معايا، كنا راجعين من الاصابه رايحين نكمل السكور. فاتفاجئت بين الشوطين الراجل بيقول لي سخن، والملعب كرتان، درجه الحراره والرطوبه، احنا واحنا قاعدين اصلا الجزم بنحط عليها ميه سخونه. فانا لقيت الكوتش بيقول لي قوم يا شريف سخن بعد ربع ساعه من المباراه. المهم من هنا لقيت نفسي بادئ بنزل الماتش بين الشوطين بالظبط 45 دقيقه بلعب باك ليفت، عملت مشوار في التاني. على فكره جبت جون وما اتلغى، ما اعرفش اتلغى ليه الماتش ده، وانا اللي عملت الجون الحمد لله. كان رمضان صبحي راح جاي سيندها لتريزيجيه وحط الجون ده، ده الجون الاولاني بتاعنا، وبعد كده هم تعادلوا، تعادلنا هناك 1-1 تمام. في كوره اينو بقى، انا عملت مشوارين فرجليها سخنت، انا كانت السمانه دي اصلا من غير حاجه بتسخن لوحدها، خلاص نشفت العضله، نشفت مش فوقعت. جمهور بقى من بره، ببص في ظهر عينه لقيت الجمهور بتاعنا، قوم يا شريف عشان خاطرنا. فببص الاولاد يا عيني من اول دقيقه بيموتين نفسهم، حاجه مش طبيعيه. جمهور الاهلي والله العظيم، انت عارف يعني ايه جايين ورانا سيو سبورت، وبعدين احنا برضو بيبقى منظم لنا سفريات معينه، هم يا عيني بيركبوا ترانزيت عشان يقدر يوصل. ده جمهور النادي الاهلي، جمهور من اول دقيقه لاخر دقيقه. بالظبط الولد اول ما قال الكلمتين دول يا ميدو انا قمت اتنفضت وكملت.